وينهم؟ مبروك عليك التقاعد يا ابو عامر. بارك الله فيك، جزاك الله خير. سبرايز! حضرة المتقاعد ابوي، السيدة زوجة ابوي المتقاعد، السيدة مشاعل زوجة العزيزة، السيد سليمان البزر. اما الان مع كلمة المتقاعد ابوي، صفقوا له. أتحداك يا متقاعد البطل. عيالي وام عيالي، اشكركم شكرا جزيلا. انا الان حسب ما راح اتقاعد من شهر العسل. يا عساك ما تذوقه، هذه اخرتها يا ابو عامر؟ تبي تعرس علي؟ عرس التقاعد، عرس التقاعد يا بنت الحلال، خلاص ابى اتفرغ لك. الله يهديك يمه، دائما تفهمينا غلط. اما الان مع كلمه حرمي المصون مشاعل. ممكن يا خالي تشرح لنا ايش خطتك بعد التقاعد؟ سؤال جميل، لكن كل شيء في وقته حلو ولا خالص. اجل نقطع الكيكة. حيو بابا. ايوه حيو بابا. حيو بابا. حيو بابا. يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، يا ليلى دار يا لدندانة، ما له خبر لا يكلم. حداك الاغنيه البطله يا عيال، اقدحوا، هذه احلى كيكه لعيونكم. وش المناسبه يا عامر؟ بمناسبه تقاعد ابوي، هذا التمديد الرابع له. تصدق اول مره اشوف ابوي مبسوط كذا. ما دام صار عاطل، ايش رايك نسجله معانا في الاستراحه؟ ايه لا تقول ابوي عاطل، تفهم ولا ما تفهم؟ صاير تبون. تكفى يا مطربنا، مناسبة تقاعد ابوي ابي اغنية. ابشر حبيبي. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل نسل والرعاد. يا من طلع للمعاد، خل الكسل والفراق، وان كان ما تستجيب يا كل الوف والرعاد. عاش وعاش بعد ما عاش. مطربنا يا سلام، والله والله يا سلام والله. عاش 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 يا سلام. اليوم أول يوم متقاعد، ولازم نسجل طلبات المطبخ. أجل سجل عندك. أول شيء خلاط المجلة يبي له تغيير. وش فيه؟ متأخر بعد؟ أوه من 5 سنين، ومروحة الشفت كمان يا خالي ما تشتغل. وش فيها ما تشتغل؟ أنا أذكر أول ما جينا نزلنا بالبيت، الكهربائي راح بيجيب العدة وما رجع. يعني كده نحتاج لكهربائي وسباك؟ وين رحت أنا وأنا خالت؟ عجيب والله. أنا بصلح كل شيء، روحوا بس ناموا 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 بس وارتاحوا. شاب الشارع عبد يا ليلاني، خلي هجرني وزود الهم بيا. شاب الشارع عبد. عطنا خالد عبد الرحمن. اخر واحده ذي ولا اخر واحد؟ الصديق وقت الضيق قالها عضيق، يوم صرت بضيق جيت ادور للصديق. بس اغنية بس اغنية. انا البارحة مبزت والمسر من ارقود، حسبي على من كان هذا من اسبابه. تكفى تكفى، اخر واحدة، انت قاعد باستراحتنا واجد، حتى خويك شوف راقد هناك. خلاص 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 من حبكم يا زين عزلنا. ما عادني في هواكم شفنا ورادا. عاد انا جاني النوم ابمشي. ها وخذوا راحتكم، ما عندكم استراحتكم، ارقدوا هنا. ها لا اله الا الله يا زين حارتها.